إعاقة في جميع منشآتها ومرافقها، فبها مداخل العمارات والمصاعد الكهربائية وأبواب الوحدات السكنية، وأيضا بها الأندية والملاعب والمستشفيات، لإتمام الحركة بسهولة ويسر لذوي الإعاقة. سالم محمد، مدير إدارة مشروعات القوة للقوات المسلحة. أستاذن سيادتكم بتقديم مدينة إسماعيلية. تقع مدينة إسماعيلية الجديدة يا فندم على مسطح 2828 فدان بإجمالي 52,000 وحدة سكنية، عبارة عن 3020 عمارة بالإضافة إلى 750 فيلا. تقع ومن المنتظر أن تستوعب مدينة إسماعيلية الجديدة حتى 250,000 وحدة سكنية. تقع مدينة إسماعيلية جديدة فرض نسمة. تقع مدينة إسماعيلية جديدة شرق محور قناة السويس الجديدة بواحد كيلومتر، وتمتد من علامة كيلومتر 72500 إلى علامة الكيلومتر 83500 بمواجهة 11 كيلومتر وبعمق 1.1 كيلومتر، وخطتها لها امتداد مستقبلي حتى تصل إلى طريق عرض واحد. النسبة المرئية يا فندم لمدينة إسماعيلية الجديدة 20%، والمدينة مقسمة إلى 5 أحياء بالإضافة إلى الحي الراقي بمتوسط 10,000 وحدة سكنية لكل حي. عند تخطيط لتنفيذ مدينة إسماعيلية الجديدة تم مراعاة الآتي: أن تكون المدينة متاحة لذوي القدرات الخاصة، وذلك بإنشاء رمبات وزيادة عرض الأبواب للمصاعد والغرف والحمامات، بالإضافة إلى تنفيذ مطالع ومنازل للأرصفة مع تحديد مسارات معينة عليها لسير ذوي القدرات الخاصة بدون مساعدة من الآخرين. لتنفيذ أفضل مجال رؤية لقناة السويس الجديدة تم مراعاة زيادة ارتفاع المباني كلما اتجهنا شرقا. لتكامل الخدمات لمدينة إسماعيلية تم التخطيط لتنفيذ منطقة خدمات فرعية لكل حي، بالإضافة إلى منطقة خدمات رئيسية للمدينة بالكامل. تم التخطيط للتنوع في مساحات الوحدات ولمراعاة قدرات المواطنين وخاصة محدودي الدخل. فكان نماذج سيادتك ال 100 متر، وده يعتبر ده اسكان اجتماعي، كانت نسبته من المدينه بالكامل 50% وتوازي 25,860 وحده سكنيه. والعمارات والوحدات السكنيه ال 135 متر كانت نسبتها سيادتك 16% باجمالي 8,438 وحده. وحدات سكنيه 160 متر وكانت نسبتها 19% من اجمالي وحدات المدينه باجمالي 9,744 وحده سكنيه. وحدات سكنية 175 متر مربع كان نسبتها 14% من إجمالي الوحدات بإجمالي 7208 الفيلات، كان نسبتها 1% بإجمالي 750 فيلا. جرى تنفيذ المدينة يا فندم على 4 مراحل كالآتي: المرحلة الأولى وهي عبارة عن الحي الأول والمسار حتى نادي الفيروز بإجمالي 12,266 وحدة سكنية. المرحلة الثانية ويعتبر كل ما هو متاح في المدينة بالكامل بإجمالي 19,246 وحدة سكنية. المرحلة الثالثة ودي منطقة نزع الملكية، وصدر قرار جمهوري وجاري اتخاذ الإجراءات لبدء في التنفيذ بإجمالي 20,150 وحدة سكنية. المرحلة الرابعة وهي سيادتك منطقة الحي الراقي أو المتميز بإجمالي 338 فيلا. سيادتك مشرفنا حاليا في الحي الأول في أحد العمارة رقم 37 في نموذج العمارات ال 100 متر اللي مميزة باللون الأزرق يا فندم. الحي الأول بإجمالي 11,152 وحدة سكنية، عبارة عن 659 عمارة بالإضافة إلى 104 فيلا. دي سيادتك منطقة إنشاء الفيلات، وده يعتبر الحد الغربي للحي الأول المواجه للحد الشرقي لقناة السويس الجديدة، فكان تخطيط للتدرج في الارتفاع قرب التجارة شرقا لتحقيق أكبر مجال رؤية لقناة السويس الجديدة، فدي سيادتك نفذناها اللي بمنطقة الفيلات عبارة عن بدور موردي أول. ثم إليها عمارات نموذج ال 160 متر ونموذج ال 175 متر، ودي عباره عن بدروم وارضي واربعه دور متكرر. ثم يليها العمارات نموذج ال 100 متر ونموذج ال 135 متر، عباره عن بدروم وارضي وخمسه دور متكرر، بحيث سيادتك نزيد في الارتفاع كلما اتجهنا في اتجاه الشرق بمحقق احسن مجال لنا لقناه السويس الجديده. جاري تنفيذ سيادتك منطقه الخدمات الفرعيه بإنشاء دور عبادة، أسواق تجارية، وحدة صحية، مدارس، حضانات، نقطة إطفاء، قسم شرطة، فرع بنك. دي سيادتك نماذج للعمارات اللي جاي تنفيذها يا فندم. دي العمارة النموذج ال 100 متر والنموذج العمارة ال 135 متر والعمارة ال 160 متر والعمارة ال 175 متر، بالإضافة إلى الفيلات بنموذج اللي على مسطح 260 متر.
التشجع في تنفيذ هذا المشروع يا فندم عدد 200 شركة مدنية بعمالة 50,000 ما بين مهندس وفني وعامل. أي أمر يا فندم؟ شكري أساساً سيادتك يا فندم هو سيادتك بالنسبة للموقف التنفيذ حاليا يا فندم أنا خلصنا الحي الأول. حاضر يا فندم. خلص إن شاء الله يا فندم في آخر السنة ده آخر السنة دي إن شاء الله بالتوازن سيادتك يا فندم أساساً سيادتك يا فندم هو سيادتك خلصنا يا فندم الهيكل بالكامل يا فندم ودلوقتي سيادتك بنشغل الشبكات وعمل التشطيبات دي هتاخد معانا لحد الشبكات تخلص في حوالي شهر 10 هنكمل التشطيبات يا فندم بالتزامن مع انهاء محطه المعالجه واحنا الحمد لله وصلنا عماله 2 بياره في الحي الاول اللي هو الشمالي والجنوبي ووصلنا خط طرد وصل لحد سيادتك محطه المعالجه على محور شعير محور ابو المرايخ فسيادتك ان شاء الله على نهايه 12 هنكون سيادتك بنسكن حتى لو المحطه حصل فيها اي معوقات بس هي مخطط لها تنتهي في شهر 12 في سيادتك اخوار موجوده مش هتبقى عائق بالنسبه لنا ان شاء الله باذن الله. لا 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 هنخلص حاجتنا. تمام سيادتك. حاضر. محطه المعالجه. تمام سيادتك. شبكات الكهرباء الصرف. تمام. كل ما هو مرافق بخلصها بيقول لي خلصيني بخلصها. تمام سيادة. لكن نقول ان احنا ما نقلقش هنحط اخبار ايه؟ لا يا فندم هي مخطط لها في شهر 12 يا فندم خلصها. لا ان شاء الله يا فندم ان شاء الله يا فندم واصله الميه. لا 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 يا فندم بس اخبار ايه اللي هنحطها؟ حاضر. الصرف فين؟ الصرف ده على محطه المعالجه على محور المعالجه. ان شاء الله. وهي مخطط لها تنتهي في شهر 12. لا هي مش مخطط لها شهر 12. لا لا احنا مش مخطط ان احنا نخلص الجزء ده في شهر 12 يا كابتن. أنا غلطان؟ لا يا فندم عمرك تصور نفسك تبقى غلطان. لا غلطت؟ لا يا فندم العفو يا فندم العفو. لا احنا كان المفروض نخلص دي في 6 8 اللي احنا فيه اليوم اللي احنا فيه ده مش كده؟ اي فندم مش كده؟ اي فندم احنا قصر معانا بس الشهر رمضان يا فندم والعماله كانت مقصره شويه فده الشهر اللي احنا ناخده شهر 10 ان شاء الله. احنا على كل حال ان شاء الله ارجو ان احنا ما نتاخرش ان شاء الله في الموضوع الزمن احنا ان شاء الله. ها؟ ان شاء الله بنقاتل والله بنقاتل؟ اه والله والله بنقاتل فعلا. Thank you.